قال سامح شكري وزير الخارجية إن هناك توافقا في الرؤى مع الولايات المتحدة في مجمل القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة كل عامين. أضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي عقب افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أن النظام القضائي المصري قادر بذاته على القيام بدوره بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي صحفي خلف القضبان بشأن اتهامات تتعلق بالآمال الصحفية. على توسيع التعاون الثنائي المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية لما تمثله من خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين، كما تناولنا الضرورة القصوى لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودور بلدينا في دفعها وصولا إلى سلام شامل ودائم وعادل وفقا للأسس التي قامت عليها عملية السلام وفي إطار المبادرة العربية للسلام. تناولنا الأزمة الليبية ودعم مصر الكامل للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية حتى تتمكن أطرافها المقتنعة بالحل السياسي من توقيع اتفاق السخيرات، واتفقنا على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق بشكل فوري لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون إحدى أولوياتها مكافحة الإرهاب، فضلا عن إعادة تأهيل الاقتصاد الليبي وإعادة إعمار ليبيا. كما أكدت مصر على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان الشرعيين، وذلك إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لاتفاق السخيرات. قد أكد الجانبين على أهمية الحل السياسي في اليمن بما يضمن سلامته الإقليمية ووحدة أراضيه ويصون مقدرات شعبه وفقا لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالأزمة السورية فقد توافقنا على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. تناول الحوار أيضا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بين الدول الغربية وإيران، وأكدت مصر على أهمية أن يسفر عن تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط وأن يحول التنفيذ الدقيق له دون انتشار وحيازة السلاح النووي في المنطقة لأي دولة، وأن يسهم نحو تحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الصادر عام 1995 والذي يمثل جزءا أساسيا من صفقة المد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي، حفاظا على مصداقية المعاهدة وإسهامها في تحقيق السلام والأمن الدوليين.